وحول هذا الإنجاز أكد الدكتور نبيل حميد علي استشاري جراحة عصبية وعمود فقري نائب الرئيس العام لخدمات مراكز التميز في مجمع سلمانية الطبي أن السمعة الطيبة لمستشفيات البحرين ممتازة من ناحية الإمكانات البشرية والتجهيزات الحديثة والبحوث العلمية المبنية داخل المستشفيات. يعني الحمد لله السمعة الطبية لمستشفيات البحرين سمعة جدا جدا ممتازة وجدا مرتفعة، بس طبعا البحوث العلمية والبحوث العلمية المبنية داخل مستشفيات المملكة إليها أهمية جدا في تطوير ونشر صورة ممتازة عن الطب الموجود في المملكة. طبعا هناك إمكانيات كبيرة من ناحية الأطباء البحرينيين، من ناحية الإمكانيات الموجودة في المستشفيات الحكومية اللي تساعدنا ان نسوي هالنوعيه من البحوث. هذا البحث وخاصه في هذا البحث يعني هي ليس زراعه الجمجمه كامل، بس هي زراعه جزء من الجمجمه اللي تفقدها اللي يفقدها الشخص في اثناء حادث او اثناء عمليه حق الى اورام مثلا. احنا نطبع هذه العظم الصناعي ونرجعه مكانه، هي مو موجوده من قبل، موجوده من قبل بس احنا نسويها داخليا في مستشفى السلمانية الطبي بسعر جدا اقل ومتاحة وسهلة وفي وقت جدا قصير.